السلام عليكم. شات جي بي تي عامل حاجه اسمها كود انتربريتر، عباره عن ايه؟ ان انت ممكن يكون عندك داتا معينه فتقول له حللها لي واعمل لي بقى الجدول بتاعها واعملها لي في رسم بياني بالشكل دوت زي ما نشوف مع بعض، فيعمل لك ليها فيجواليزيشن، مجرد تكتب له يبدا يعمل لك يحلل لك البيانات يديك الشكل دوت. يعني يقول لك مثلا البلاد في التقدم العلمي او في البحث العلمي او في اي حاجه، يبدا يعمل لك الجراف الجميل دوت، مش مجرد يديك المعلومة بالشكل ده وخلاص، لا ده ممكن يديها لك بشكل فيجواليزيشن بشكله جميل، وده طبعا الجديد في شات جي بي تي، كل يوم بيطلع حاجة جديدة فتلاقي حاجات بالشكل دوت. هو مجرد بيسأله سؤال وبدل ما يديله نصوص وخلاص، لا هو بياخد الكلام ده كله ويبدأ ان هو يحلله له ويعمله فيجواليزيشن للداتا اللي موجودة بالشكل ده. هنا مثلا توزيع حاجة معينة على الخريطة، فدي ممكن برضو تعملها. دي أحدث تكنولوجيا أو أحدث إضافة ضافوها لشات جي بي تي. رفع له ملف إكسل وقال له اعمل لي فيجواليزيشن، ففي ثواني ظهر له الملف بشكل جميل. يبقى حاجة تقدر ان انت تفهمها وحاجة تقدر توريها للناس.